بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله تعالى في هذا اللقاء هنشرح أوامر السيف، يعني إزاي نقدر نحفظ الصور والملفات اللي اشتغلنا عليها في برنامج أدوبي فوتوشوب، ونقدر نستخدمهم بعد هيك الصور في الاحتياجات بتاعتنا الخاصة والمختلفة. أيضا هنشرح الفرق ما بين الفايل اكستنشنز، صيغ الملفات المختلفة الموجودة عندنا في برنامج الفوتوشوب، وإزاي نقدر نستخدم كل واحدة فيهم، وإيش الفرق ما بين الإكستنشنز المختلفة. خلينا نروح مع بعض على مجلد ملف العمل، وفي عندي أنا صورة، أروح أختار الصورة بالضغط بزر الفأرة الأيسر ضغطة واحدة، ونروح نعمل إدراج وندخل الصورة على برنامج الفوتوشوب. بنلاحظ أن الصورة ظهرت عندي بهذا المنظر. الآن أنا عايز أعمل عليها تعديل بسيط، ممكن أروح أستخدم أداة مثلا الكروب تول، وعندي أنا جزء السماء هذا بدي أروح أشيل جزء السماء، بروح أنزل بالماوس بزر الفأرة الأيسر، تمام؟ يبقى أنا بدي أزيل الجزء الفوقاني وأخلي الجزء تاع المدينة، وأروح أضغط على الصح. على أساس الآن بدي أحفظ الصورة وأحفظ التعديلات، عشان أعمل عملية الحفظ بروح على فايل ملف، أروح على سيف اللي هو حفظ، وهذه إلى اختصار بلوحة المفاتيح اللي هو كنترول اس. وقبل ما أضغط على سيف وكنترول اس، بدي اياك تلاحظ شغلة عندك في الستيتس بار في المنطقة هاي، تمام؟ وانا بعمل عملية الحفظ هيظهر عندي شريط ازرق مكتوب فيه سيفنج ونسبة مئوية لعملية الحفظ، وهذه متى بتوضح عندي اكثر، كل ما كان حجم الملف كبير بتطول عملية الحفظ. خلينا نعمل عملية سيف. الان عملية سيف ايش بتصير؟ بتعمل عملية حفظ للتعديلات اللي عملته أنا على الملف اللي أنا موجود عندي مسبقاً. خلينا نعمل سيف، تمام؟ خلينا نرجع للمجلد تاعنا ونعمل دبل كليك ضغطين بزر الفأرة الأيسر، تفتح الصورة، نجد أن السماء اختلفت والتعديل اللي أنا عملته على برنامج الفوتوشوب ظهر، تمام؟ طيب، هل جيت نرجع برنامج الفوتوشوب ونطرح سؤال تاني؟ لو أنا هل جيت عدلت على الصورة، ولكن أنا في نفس الوقت ما بدي أعدل الحفظ، عدلت الصورة على برنامج الفوتوشوب وما بدي أعدل على الصورة الأصلية، بمعنى أنه أنا بدي أحتفظ بنسخ ثانية من الصورة الأصلية، عشان لو التعديل ما عجبني أرجع للصورة الأصلية، أو عايز الصورة الأصلية أستخدمها في أي حاجة تانية، فبالتالي بعملش سيف، بعمل حاجة تانية اسمها سيف أز اللي هي حفظ باسم، وهذه إلى اختصار بلوحة المفاتيح اللي هو كنترول شيفت زائد أس. خلينا نرجع الأوامر اللي أنا عملتها، نرجع للصورة الأصلية، تمام؟ الآن هروح على أداة البرش تول، تمام؟ والمرة هاي بدي أروح ألون جزء من السماء في المنطقة هاي، الآن أنا بدي أحفظ الصورة بنسخة ثانية، فبروح بحكي له فايل سيف از، وزي ما حكينا الى اختصار بلوحه المفاتيح شيفت زائد كنترول زائد اس، بتضغط عليهم مع بعض في ان واحد، تمام؟ نعمل سيف از. هل جيت انا بدي اروح يقول لي ايش اسم، لو قلت له انا اسيف على طول مباشره، ايش بيسالني سؤال، جاب لي رساله تاكيد، هل انت الاسم هذا موجود مسبقا، هل انت بدك تستبدله او تنسخ فوقيه؟ انا بدي اقول له لا، نو أنا بدي أروح أحكي له إنه أنا بدي أحفظها باسم تاني، فبالتالي لابد إنه أعدل اسم اللي هو فايل نيم، اسم الملف، خلينا نسميها سيتي
مثلا نسميها سيتي فيو. طيب في عندي تحت حاجة اسمها سيف اس تايب، اللي هي المفروض فيها صيغة الملف او الاكستنشنز الخاصة بالملف هذا. عندي صيغة كثيرة جدا، تمام، خليها زي ما هي، وهنقول له سيف، نقول له اوكي. نرجع للملف تاني، للمجلد عفوا، لقيت فعلا انا عندي الملف الاصلي ونسخة تاني منه باسم سيتي فيو، تمام. طيب في شغلة قبل شوي انا مريت عليها، خلينا نشرحها على عجالة. في عندي حاجة اسمها في المنطقة هذه هيستوري، تمام. لو انا كنت عامل 10 20 30 خطوة وبدي ارجع خطوة او خطوتين، او ارجع للخطوة الاصلية او لاي نسخة، ممكن اضغط عليها ضغطة هان بالمنطقة هاي. اذا الهيستوري مش موجودة في المنطقة هاي، وين ممكن الاقيها؟ من قائمة ويندو، وهي هيستوري، وبنضغط امامها اشارة الصح. طيب الان هنشرح الاكستنشنز المختلفة للصور، صورة المدينة مثلا اللي احنا كنا شغالين عليها. انا حفظتها هنا عندي 5 مرات، كل مرة كانت بامتداد مختلف. كانت الامتدادات هي البي اس دي، البي ان جي، الجي بيك، الجيف، البي ام بي. ودخلت انا الصور الخمسة على الفوتوشوب علشان نعرف الفرق ما بينهم. واحنا بنتكلم على الاكستنشنز، لابد الاكستنشنز الامتداد بتاع الصورة او صيغة الصورة، لابد انه ناخد بالنا من 3 حاجات اساسية: اللايرز، عدد اللايرز. 2 الباك جراوند، هل هي موجودة ولا لا. 3 حجم الملف اللي احنا شغالين عليه، هل بتأثر بالاكستنشن ولا لا. اول نوع اللي هو البي اس دي، ملف الفوتوشوب دوكيومنت، زي ما احنا شايفين في قائمة اللايرز، تمام، على الجانب هو متعرف على اللايرز ومحتفظ فيهم. وهذه ميزة انه انا اقدر اشتغل بعدد لا نهائي من اللايرز، وانه لو انا خلصت التصميم اليوم وبعد شهر او بعد اي وقت اقدر ارجع اشتغل على التصميم، تمام، بنفس اللايرز من غير اي مشكلة. وهذه ميزة موجودة في الفوتوشوب وميزة كويسة جدا، لكن في المقابل حجم الملف بيكون كبير وثقيل. طيب يمكن احيانا انه يوصل حجم الملف عندي لواحد جيجا او 2 جيجا، بناء على مقاس العمل والريزوليوشن كل ما كبر. وفي عندي ملاحظة لازم اخد بالي منها، انه ملف البي اس دي ما بيفتح الا على برنامج الفوتوشوب او اي برنامج تبع لمين؟ لشركة ادوبي. طيب خلينا نروح على الصورة الثانية اللي هي بامتداد بي ام بي، تمام. زي ما احنا شايفين للأسف الخلفية مالها موجودة، مع العلم انه انا كنت حافظ الصورة بدون خلفية، لكنها ظهرت هنا على برنامج الفوتوشوب. طيب وقت ما عملت حفظ للصورة بنوع بيتماب، الخلفية مالها بترجع تلقائيا للون ايش؟ الابيض. طبعا هذه احيانا بتكون شيء غير مرغوب فيه، لازم ناخد بالنا منها. طيب عدد اللايرز كلها اندمجت في لاير واحدة، انعمل لها ميرجينج وبقت لاير واحدة فقط. وبشكل عام الصيغة هذه البي ام بي نادرا ما نستخدمه. وفي ميزة انه بيحتفظ كمان، البي ام بي فيها ميزة كويسة انه تحتفظ بكل البيانات اللي في الصورة، ولكن يبقى حجم الملف ثقيل جدا بدون داعي. ممكن الصورة العادية تكون عندي تقريبا 7 ميجا، بالبي ام بي يوصل حجمها ل 15 ميجا، وهذه زيادة غير مرغوب فيها وغالبا ليس لها اي فائدة. طيب الآن خلونا نروح للصيغة الثالثة اللي هي الجيف.
هذا الامتداد بدأ ينتشر مؤخرا على الفيسبوك في بعض صور الانيميشن، وهذا له مميزات. الفائدة من الكويسة انه اول شغلة الخلفية مش موجودة، هذه حاجة ميزة كويسة. ثاني حاجة برضو موضوع اللايرز، عندي لاير واحدة ومشكلة من مشاكل الجلف عفوا. حاجة ثانية، لاحظ انه في اللاير عندي ايش مكتوب؟ كلمة اندكس. طب يعني ايش اندكس؟ يعني انا لو دلوقتي اخذت اللون مثلا، ناخذ اللون الازرق هذا، تمام، وقعدت الون بالبراش تول، انا مختار لون ازرق، لكن ايش ظهر عندي؟ ظهر عندي اللون الرمادي. طب هذا بسبب ايش؟ ايش السبب؟ بسبب انه الجيف بكل بساطة عدد الوانه 256 لون فقط. هذه شيء مش حلو، بقلل من جودة الصورة. طب لكن انا شغال على صورة نوعها جيف وبدي الوان من نظام تاني، على سبيل المثال بدي اشتغل اخذ الوان من نظام الار جي بي اللي بيحتوي على ما يزيد على 65 الف لون واضيفه. طب كيف انا ممكن اروح اعمل؟ ممكن اروح يا استاذ على الايمج، تمام، عفوا الايمج، تمام، واروح احكي له المود. وايش احكي له؟ انا بدي نظام الوان ار جي بي ممكن، او سي ام واي كي، ناخذ الار جي بي مثلا، وانا عندي اللون الازرق هنا موجود، نختار، نبدا باداه البرش، نبدا نلون، يبقى لقينا اللون ماله اختلف، يبقى تاكدت من اللون اللي انا اخترته الازرق باداه البرش اختلف. طيب برضو في عندي ملاحظه ثانيه، انه الجيف لا يستخدم الا في الصور الصغيرة جدا، مثلا لو كان أنا عندي 100 بيكسل في 100 بيكسل صورة، أو الصور اللي فيها أنيميشن زي ما بنشوف على الصور الموجودة على الفيسبوك. الآن خلينا نروح على الصيغة الرابعة والخامسة. طيب الصيغة الرابعة والخامسة هم شبيهين ببعض، بس خلينا نشوف إيش الفروقات. الجيبك خلفية بيضة، عدد اللايرز واحد، تمام، يبقى خلفية بيضة وعدد اللايرز واحد. لكن الجيبك في حاجة تانية بيعمل، هو زي البي ام بي، تمام، لكن بيعمل عملية كومبريشن ضغط للصورة، يبقى حجم الصورة ماله هيكون خفيف، وهذا بيجعلها مناسب للاستخدام. طيب بالنسبة للبي ان جي، هو شبيه بالجيبك لكن بيحتفظ بمعلومات اكثر شوية من الالوان، وكمان الخلفية تاعتها شفافة. الان اخر حاجة عندي بدي اروح اشوف كيف انا ممكن اعمل عملية حفظ بالامتدادات هاي. خلينا نرجع على الملف اللي هو امتداده بي اس دي، تمام، من فايل سيف اس، تمام، نروح على اي مكان ممكن احفظ، نقول ديسكتوب مثلا، سطح المكتب، نقول له مثلا واحد، مثلا نشوف امتداد اللي هو اول امتداد كان بي ام بي، نقول له مثلا وين بي ام بي هيو، نقول له مثلا 2 بي ام بي، بي ام بي، نقول له سيف، ونحكي له مثلا الديبث ممكن تحط 16 بت 24 بت اللي انت حسب بدك اياها، نقول له اوكي. بعدين ممكن نقول له فايل سيف از، بدي اروح على سطح المكتب مثلا، وبدي ابدا امتداد جيف 2 جيف جي اي اف، ونحكي له امتداد اللي هو بروح ادور على الجيف، جيف 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 وين موجوده؟ موجوده عندي هيها، تمام، بنحكي له سيف، واحكي له عدد الكالرز، بحكي لك كم لون، هاي 256. لو جربت انت تحط اكثر زي ما حكينا في الملاحظه انه الجيف بياخذ 256 لون، لو حطيت مثلا 500
نقول له أوكي، بيعطيني رسالة خطأ، قال لي عدد الألوان تتراوح من 3 إلى 256 مطلوب. أجي أنا أقول له موافق. طب لو أنا قلت له 3، لاحظ الألوان قلت. لو قلت له مثلا 100، لاحظ الألوان بتزيد، نخليها 256 زي ما كانت. بنقول له أوكي، نحكي له أوكي. الصيغة الثالثة اللي هي جيبك فايل سيف آز، 2 مثلا نقول له جي بيك جي بي جي عفوا، واحكي له اختار الامتداد تاعها الجي بي جي، تمام. نقول له موافق. نقول له موجودة عندي، هي موجودة اصلا، كانت موجودة عندي، الامتداد هذا موجود. نقول له ريبليس. طيب النسخة اللي بعديها هيكون بي ان جي فايل سيف از، نحكي له انا بدي اياها بي ان جي، بي ان جي، نقول له على سطح المكتب مثلا، تمام. نقول له انا بدي اياها امتداد بي ان جي، وين البي ان جي؟ هيها. نقول له سيف، نحكي له اوكي. واخر امتداد كان عندنا اللي هو غير البي ان جي، اللي هو قلنا جي بيك، جي بيك عملناه. يبقى هيك شفنا انا كيف عم فضت عمليه الحفظ. في كمان شيء تاني مهم جدا، انه التصميم زائد حفظ يبقى موجود عندي تصميم، لكن تصميم بدون حفظ يبقى يدل على عدم وجود تصميم. يبقى انا باكد انه يجب عليك انه تحاول تحفظ اعمالك اول باول. تاني شيء انه ما تحفظها على قرص الصلب سي او على سطح المكتب. قرص الصلب سي سي المقصود فيه انه القرص الموجود عليه الويندوز، لو ضرب الويندوز يبقى انا فرماتت السي وراحت جميع اعمالك. يبقى بالتالي انا بروح احفظها على قرص صلب مش عليه الويندوز نازل، بروح مثلا على الدي على الاي على الاف عشان اقدر انا اشوف اعمالك، وانت حاول ترجع لاعمالك في وقت لاحق. وفي شيء آخر خلينا نشوفه برضو كمان قبل ما ننهي، في عنا حاجة اسمها حجم الملفات. خلينا نشوف حجم الملفات، مثلا نبدأ بالبي ان جي، حجم الملف 7.92 ميجا بايت. طيب البي اس دي 9.43 ميجا بايت، الجي بيك 931 كيلو بايت. طيب الجيف 724 كيلو بايت، البي ام بي 3.95 ميجا بايت. جيت في هذا اللقاء واللقاءات السابقة تعرفت على قائمة نيو أوبن، تمام، وقلنا أوبن ريسنت هذا بيحتفظ لي في جميع الملفات المحفوظة مسبقا. كلوز معناها لو أنا بدي أنا واقف على الفوتوشوب هنا مثلا، لو قلت له فايل كلوز وظيفته أنه يغلق لي النافذة هذه. طب فايل كلوز أول معناها أنه يغلق لي جميع الملفات الموجودة، تمام؟ بقول لي بدك تعمل عملية تحفظ ولا لا. طب خلينا نرجع مثلا لملف، نفتح ملف جديد فايل ريسنت، نقول مثلا الصورة هاي، وممكن أحكي له فايل سيف أز، شفناها سيف سيف أز. في عندي حاجة اسمها إكسبورت، لو أنا بدي أصدر أو بدي أحفظ الصورة للويب، فايل يبقى أنا عندي سيف وسيف أز، وهلقيت إكسبورت. وفي حاجة مهمة جدا اللي هو في الاكسبورت، انه لو بدي اصدر الملف للصيغ اللي بدعمهاش سيف وسيف از. على سبيل المثال انا بدي احفظ للويب، نقول له سيف فور ويب، بيظهر لي القائمة هاي فيها مجموعة من التعديلات اللي ممكن نشوفها، ونقول له سيف لو بدي احفظها للويب. وهي بيعطيني فورمات ايمج اونلي، وخلينا نشوف على سطح المكتب او في اي مكان، نقول له سيف. يعطيكم العافية، وبتمنى تكونوا استفدتوا من هذا اللقاء.